بداية أكيد عايزين نعرف من حضرتك نسب مشاركة المصريين في الاستحقاق الانتخابي على مدار يومين امبارح والنهاردة في ألمانيا، وشكل الانتخاب كان عامل إزاي؟ نسب المشاركة يعني فوق المتوسطة إلى مرتفعة بالفعل، يعني الحضور متميز وهو أمر يدعو للاعتزاز وللفخر. النهاردة طبعا باعتباره يوم عطلة نهاية أسبوع كان التصويت أو عدد المصوتين حتى تاريخه، احنا لسه عندنا ساعتين إلا ربع حتى نغلق لجان عملية الاقتراع في اليوم الثاني، فلا يزال يعني عدد المصوتين اليوم فاق بالأمس رغم ان درجه الحراره يعني منخفضه للغايه، الطقس بارد للغايه، درجه الحراره 4 و5 تحت الصفر، لكن المصريين حرصوا على التوافد الى مقر الاقتراع الثلاث في المانيا، ان كان في هامبورغ او فرانكفورت او برلين. الشباب كان لهم تواجد متميز بالأمس واليوم، المرأة المصرية كان لها تواجد متميز بالتأكيد. النهاردة استقبلنا وفد كنسي ترأسه نيافة الأنبا دميان أسقف الكنيسة القبطية في عموم ألمانيا، وهو يعني حرص أن هو يجي من مقره الكنسي في منطقة هوكستر التي تبعد أكثر من 300 كيلو متر عن العاصمة برلين، لكن حرص أن هو يجي رغم الظروف الجوية القاسية ومعه وفد كبير من كل القساوسة والشمامسة والأراخنة، الكل قدم إلى مقر السفارة لأداء الاستحقاق الدستوري وممارسة الحق في التصويت. وكانت أجواء كلها أجواء احتفالية، السيدات حرصنا على التوافد بكثافة مع الأطفال حتى الأطفال الرضع رغم البرد القارس. الشباب كانوا متواجدين، كان في شباب لأول مرة بيدخلوا مقر السفارة، وده حرصا منهم على الانتماء لوطنهم الام وللدفاع عن كل المنجزات اللي تحققت سواء في مجال مكافحه الارهاب او في التحديث او في